فريق من مصر احسن حارس مش اساسي في الفريق نتاعو يلعب في المنتخب، انت جازفت به في التصفيات على غلطه في ضد منصوري، انا ما نلعبوش من غدوه بيان سور لعب. علاش ما نلعبوش؟ سامحني بالعكس نشدوا في البيت ورجع له المورال نتاعو، وسامحني معز حسن راه راجع عنده توا 5 ماتش في الكلوب بالضبط. مع كل احتراماتي للسيبورتيرات راني كلوبيست ونحب الكلوب، اما من غير على الكلوب حارس هذا يلعب مقابلات، لعب مقابلات في الكلوب وثم لي روبير نتاعو مازال ناقص، حارس من غير شخصيه عندي انا ناقص، عنده ثقه في روحه شويه مازال، لازم يعمل ترافاي سبيسيفيك، عنده مشكل في الكرات العاليه. انت سي منظر وجازفت فاروق واحسن حارس وسامحني وكنت حكمت الناس الكل، قلت لهم هذاك نعيط له خاطر ما يكونش كومبيتيف في الترجي، نعيط له وتوا تجي في الدوره هذه مهمه جدا ويعاوننا بالاكسبيرونس على غلطه نتاع سامحني مش كاتاستروف، سامحني نحاول نشرك ويزمك ونعطيه سامحني كريم وسامحني كريم انا كنت موجود صدقني يا سيري، ذا يلزمك تشوف وجه فاروق بن مصطفى بعد كل مقابله شنو قاعد يقول وجهه فاروق، صدقني وجهه اصفر فاروق بن مصطفى بعد كل مقابله سيري ويعني بالحق فاروق بن مصطفى حس اللي لي شيك نتاع الكيب ناسيونال مش سوريا هزها وحده، وسامحني اليوم فاروق بن مصطفى خرج من الجروب وخرج من الجو، اليوم خسرت فاروق بن مصطفى وخسرت معز حسن، واليوم ما عندكش حارس نتاع منتخب وطني تونسي في قادم الاستحقاقات اللي دونت سومين كونتر، معناتها باش نمشي نلعبوا في الكاميرون كاس افريق اليوم، من يتحمل الاختيارات هذا اليوم غير حارس؟ شكر تحكي على تحكي على تروازيم كابيتان في كيم ناسيونال فريق مصفر صحيح صحيح باش ترضي فلان تنحي كادر في الكيم ناسيونال سامحني.